تحية طيبة لجميع مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا اللقاء. خلال يوم الغد سيرتفع ضغط الجو من جديد بداية من الواجهة الغربية والوسطى، إذا في الأجواء تبقى مشمسة بعد تلاشي ضباب على المرتفعات والسهوب. سحب سفلى خلال صباحة الغد ستخص الواجهة الشرقية لتزداد كثافة أقول خلال الأمسية، ستخص شمال الصحراء ومنطقة الواحات احتمال بعض القطرات من الأمطار، بينما أجواء صحوة على الجنوب الغربي الصحراء الوسطى إلى غاية أقصى الجنوب. صقيع سيتكون خلال هذه الليلة إن شاء الله خاصة على المرتفعات والهضاب، 3 درجات دون الصفر على سطيف، 5 درجات العاصمة، نفس المقياس على بشار، 15 درجة على أقصى الجنوب. خلال ظهيرة الغد ارتفاع طفيف لدرجات الحرارة على الوجهة الغربية، ننتظر 20 درجة على تلمسان، 19 درجة على وهران، 16 درجة على العاصمة، 11 درجة على البيض، 19 درجة على بسكرة، 23 درجة على الصحراء الوسطى، 32 درجة كان المقياس على أقصى الجنوب. للملاحة والصيد البحري خلال يوم الغد مسرحة الأرصاد الجوية ترتقب بحر قليل اضطراب على كافة السواحل، رياح ضعيفة لن تتعدى 20 كيلومتر في الساعة. خلال الأيام القليلة القادمة بداية من يوم الثلاثاء كذلك يوم الأربعاء وحتى خلال يوم الخميس نفصل الوضعية الجوية، إذن أجواء مستقرة بعد تلاشي ضباب على المناطق الشمالية حتى على المناطق الجنوبية، درجات الحرارة في ارتفاع خاصة يومي الأربعاء والخميس. أحوال الطقس على بعض عواصم إفريقيا، إن خلال يوم الغد أمطار رعدية ستتهاطل على أبيجان، كذلك كينشاسا حتى على نيروبي، لوزاكا مع 24 درجة. هبوب رياح قوية أقول على كيب تاون مع أجواء مشمسة مع 23 درجة. أحوال الطقس على مدينة بواكي خلال يوم الغد إن شاء الله فننتظر بحول الله أجواء مشمسة، نسبة رطوبة معتدلة 41%، درجة الحرارة الدنيا 19 درجة، أما درجة الحرارة القصوى سترتفع، طقس حار مع 37 درجة مئوية. غروب الشمس ليوم الغد سيكون بحول الله في تمام 6:02. أشكركم على المتابعة، أمسية طيبة للجميع في أمان الله.